كلامه قولا من رب الرحيم. شو بك امي دخلت مخابرات هاي داخل معك كليب بوليسيه جمالات نايس. شو بك بتبلش حفظ بسرعه بسرعه بس تركيني ارتاح شوي من الصبح وانا عم بحفظها بس ارتاح شوي عبالي لك بس احفظها خلص خلص بلش بلش مباشره رح بلش طارق بن زياد شو بو؟ هو اللي فتح الأندلس هو اللي فتحه للأندلس. طيب بتعرف إذا بتروح بتنامي؟ أنا بخير بدي أفتحه أنا. خلاص حاضر حاضر راح أحفظ فورا. إيش كان هدول؟ قول بختك انتبه يا غبي ليك قصان وراك وراك راح فورا فرحه انتبه يعني إذا قلنا علم الأحياء من المادات الصعبات كتير ولازم واحد يدقق فيهم كتير ويحفظ منيح لأنه يا حبيب قلبي يا مجودة أقسم بالله كنت عارف عنا أنت يكون الله عم تحفظ أكيد أمي إذا سمحتي لا تشوش لي علي أنا عم بحفظ مادة كتير صعبة وهذا السؤال يجي منه بالامتحان فلازم أركز فيه منيح أنا قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد أنت الوحيد بإخواتك رح ترفع لي راسي أنا متأكد يعني إذا قلنا علم الفضاء وعلم الحديد وعلم المعدن وعلم الكهرباء هذا السؤال اللي محمد مالك السؤال وش الصوت هاد؟ ايش الصوت هاد؟ وين 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 أمي سمع شي وين أمي سمعاني غلط قولك أنا هلا سمعت صوت موبايل وينه؟ وينه؟ خلاص 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 بيكي روح بيكي ليكو خذي أنا كذابي حقير يا مستفز فلذلك يا عهد شرق آسيا يلا هلا شو معه أيوه اوه كتفي انكسر اوه رجع احفظ بسرعة رجع احفظ بسرعة بسرعة فريد عليك تعدد ضوء الأثير يا والله ملينا من الدراسة مليت من الدراسة عاد بدي احفظ بدي شغل حتى قادر ارجع اجيب الموبايل شلون بدي اخذ موبايل منه شلون 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 يا مدودة افكر شلون 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 بس رأيته والله رأيته طعم الحال درسي عم بيجاني وامي بس شايفتني درسي عم بيجاني عم بتوجع بتجي لعندي وبتصدق مباشرة درسي وين اخي يكون درسي عم بيجاني وين اخي يكون درسي اخ يا راشي درسي عم بيجاني درسي وين اخي يكون درسي اخ يا راشي ساعدتك يا حبيب قلبي همجودة انت امسوك شراب امسوك اخ يا درسي دخلكم وريد درسي عبد جاني خير الله وريد درسي يا درسي سلامتك يا عمري انت يا حبيب قلبي انت كنت بلعت تفتح النوبة ما عاد بدها دراسة لا عاد تدرس لا عاد تعب حالك منوب ومسوك وين موبايلك ليكو مسوك موبايلك العاب السلة فيه شوي مسوك مع اني ماينة في سمية العاب التليفو بس حطي لي هون وريد درسي والله العصير فكرة خرافية جدا اخوك مجودة
خوك مجهود درسه عاد بوجعه كتير. رح يكون كذاب كرمال ما يحفظ، ما بتعرفي انت؟ ايه بتحكي انت ايش بتحكي؟ ماك شو يغشع بتوجع؟ قسع هيك قاعد بيكذب اه قسع هيك قسع هيك بدي احكي مع ابوك قسع. اه يا دشي 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 امي 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 درشي 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 عبو جعني خير الله يا الله درشي 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 اه يا كذاب يا حقير اقسم بالله العظيم انا عفانك منيح ادق لابو عبادة خلي يجي يشوفه بسرعة يخرب بيته من حاله يو فصلوا بوجهي اكيد ما فاضي معنا اكيد ما فاضي امي هو ما عبور عم بتألم ودرسه عم بيوجعه ايه شو يعني قومي ناخده على دكتور الاسنان والله جبته جبته جيبه وتعال يلا على الدكتور يلا 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 بدي جيب لها ماي هيك منين بدي جيب لها ماي هيك ما في سيارة كلها ما فيها ماي منين بدي جيب لها شو هاد خذي لك قبي من هاد خذي لك قبي من هاد يخرب بيتك على هالبلوة يخرب بيتك على هالبلوة يخرب هذا عشرة زي سيارات انتو نفلي لا لا مو سيارات مو سيارات مو سيارات انت خربطة انت خربطة قلت لها الدكتور بقية دكتورة ما دخلني ما دخلني دكتورة ما دخلني بس سمعتك ضاغطني خسر معايا مجودة يلا قوم مجودة تروح معنا على الدكتور يلا شو؟ قولي أنا شو نرتب حالي ولي أنا نصيح ما في داعي ها ما في داعي لا في داعي مو عم بتقول درسك عم يوجعك قوم يلا شو تروح معنا يلا يلا طولي بالك والله صار رايحين نصل رايحين نصل درسه عم بيوجعه وشكله يا من خضور يا مسوس شوف لنا يا بس الله يعطيك العافية هيك زكاتها مين المريض انت؟ لا ما انا مريض هذا مريض غيره تعال شوف هالكرسي تعال شوف شو اسطح انت شو عم بيوجعك تعال معي مرضه يا جماعة انا منيحة انا منيحة مرضه يعني ارتاحت لما خلصني ايوه ايش طلعنا على الراسه بعدين؟ شو دكتور؟ طمنا ايش فيني؟ هيدا درس متسوس كثير وبده طالع رح احضر اوبرا بانجي جاي بانجي على الله يعني اوبرا بانجي ما بدي اوبرا اوبرا ما بدي اوبرا خليك الله لا يقيمك اوف شكرا دكتور غلبت حالك يعطيك الف عافيه ان شاء الله اه يا رانسيه راح احكي لك على جيت هاي تطبيقها صبح ومساء ما بتخربوها دكتور الزمح اجتماعنا بدون داخليه مو هون ممكن تدخلوا الدكتور عندك ايه معك خلص في الفندق
هي الراتيه ده فيها العافيه.